سلمى، يعني من أجواء الشام القديمة اللي بتمتنا أكيد بالطاقة، رح نروح لنحكي عن إحدى الشخصيات الصعبة وتسمى بالشخصيات صعبة الميراث، يمكن تكون موجودة كتير حوالينا ويمكن نكون نحن أنفسنا أشخاص صعبي الميراث نتيجة ظروف صعبة بنمر فيها أحيانا، ولكن إذا بهمنا نحافظ على علاقتنا مع هدول الأشخاص لازم ننمي مهاراتنا، وأكيد نتابع الفقرة الحالية مع الأستاذة فاتن النظام وهي مدربة تنمية بشرية. يسعد صباحك يسعد وأهلا صباحكم وسهلا وصباح فيك. الورد. يسعد صباحك. صباح الخير. يعني بالبداية خلينا نعرف هيك، أكيد في أشخاص كتير في طباع بتكون موجودة عند الأشخاص وأيضا في تصرفات بتكون موجودة بحكم المحيط، أحيانا تتكون عند الأشخاص بعد هاي الطباع. كيف بنقول أنه هذا الشخص هو صعب الميراث؟ مين هو صعب الميراث؟ هل نحن كلمة الشخصيات الصعبة، يعني نحن بحياتنا بنشوف في اشخاص بنقول يا ريت تعرفنا عليهم من زمان قد ايه غيروا بحياتنا، وفي تماما. شخصيات بتحسي انه انت بتكره الحياه لوجودهم. هن ليش هدول الشخصيات صعبه؟ هي لانها شخصيات متعبه بالتعامل، بكيفيه التعامل، يعني بمعنى شو ما بتعملي لها ما بيعجبها، او يمكن تفهم غلط او تفهمي غلط. فنحن في عنا مثل ما بنقول نقاط كثير في شخصيات، ويمكن هدول الشخصيات بنقول خلص اذا انت هذا الشخصيه متعبه فانت اعملي فصل، خلص قطعي له مثلا بنقول نحن علاقتك، العلاقه بينك وبينها. اما احيانا هدول الشخصيات بيكونوا هن ضمن يمكن عائلتك، يمكن يكون ابنك، اخوك، اختك، او يمكن هو مدير بعملك، فمعناتها في عندنا مهاره معينه لازم نحن نتواصل ونتعلم كيف نتعامل مع هي الشخصيات. نحن في شخصيات اللي نحن بنشوفها بحياتنا اليوميه وهي انواع، يعني نحن بدنا نحكي بشخصيات، في عندنا الشخصيات الانتقاديه، الشخصيات المتشائمه، الشخصيات العصبيه، الشخصيات المتردده، الشخصيات اللي بتلاقيها كثير او بنقول عليها حساسه زياده عن اللزوم، وهي كمان متعبه جدا. يعني نحن بنقول انه حساس هو قلبه طيب، ولكن حتى هو متعب جدا بالتعامل. فكل واحد مثل ما بقول في سبب وفي نتيجه وفي اسلوب للتعامل معه. نعم سلمى، واكيد استاذه فاتن رح نروح على الشارع السوري لنعرف شو رايهم بالشخصيات الصعبه الميراث ونرجع لنكفي حديثنا. اسقاط اللوم على الاخرين، انه الشخص وقت بيغلط يحاول يحط اللوم على غيره. هي صفه من صفات الشخص النكدي او العصبي. يحاول يعمل عمليه اسقاط. بالمرونه، باسلوب لين، مشان ما يعصب. اذا استفزني كثير ممكن اعيط، بس اذا لا ما استفزني فحسب الشخص، اذا انا كثير بحبه كمان ممكن اطول بالي عليه. اذا ما بحبه ممكن فش خلقي فيه عيط، ما بعرف شو اعمل. ما بعرف شو بيطلع بوجهي. ولا مره تعاملت مع حدا كثير نكدي. بس انه بظن في طريقه معينه بس انا ما بعرفها لهلا. كثير حلو على فكره التعامل معهم، انه هيك تفوتي تتعمقي لشخصيتها، تشوفي شو وضعها، ليش عم تعصب، ليش نكديه. لا بالعكس لازم نسايرها كثير. بتحاول اتقبل وضعه وشوف هو ليش، يعني احسن ظروف يعني. بالليونه والمرونه وبدها يعني هدوء اعصاب، وهيك بنكون لما عم نساعده بطبيعه الحال. يعني اذا بدك تعامليه بنفس طريقته بصير في انفجار. بالعكس بقعد معه، بقعد بحسه، بقيمه، بحطه، وشو اللي بده اياه. يعني نحن بنحب نساعد الواحد العصبي اجباري. بنسايره اكثر شيء يعني، هذا الحل. باخذ نفس، بحاول ما انفجر عليه، لانه كل حدا فينا يلي فيه مكفي. ما بتعصبي على العصبي، بتطولي بالك لحتى يروق وبعدين تديها. بخليه لحتى يروق ويصير هيك هادي ورايق، بعدين بحاول احكي معه. يعني دغري شخص عصبي، انا بعرف كثير اشخاص عصبيين. لا اول شيء بستنى لحتى يروق وهيك بعدين بحكي. الشخص العصبي ممكن انا افهم شو الشيء اللي يخليه يروق، بس الشخص النكدي يعني صعب تعاملي معه، اذا بده ينكد على كل كبيره وصغيره لا. بالرواق. انا مزعوجه لازم يفهموا علي فورا انه انا مزعوجه، ويحلوا مشكلتي فورا حتى من دون ما احكيها، ويحسوا ويجيبوا لي اكلات طيبه وكل شيء من دون ما انا احكي، ويعالجوا النكد فورا وخلص من دون ما انا احكي. اهم شيء انه هنا يفهموا من دون ما انا احكي.
يعني صرنا مثل ما كنا عم نتابع اراء كثيره كانت عم تحكي كيف ممكن نحن نتعامل مع الشخصيات الصعبه. بدي اشوف رايك استاذه فاتن بالاراء اللي مرقت. هلا الفكره هي حقيقه ما تنقول نحن شخصيه صعبه. اول شيء الان ذكر كثير مسايره، لا هي مو فكرة مسايرة، لا أنا بدي أخذ بموضوع أنه أنا بدي أخذه بطريقة إيجابية، يعني بمعنى أن هلأ هذا الشخص اللي هنا أكثر شيء نحكى على الشخص النكدي والشخص العصبي. نحن الشخص العصبي والشخص النكدي دائما في عنا بالنسبة للنكدي أسلوب تعاطي بدك تاخذه وتعطي معه، بمعنى ما بدك تسايريه للآخير، لأنه خلص إذا أنت سايرتي فهو خلص أخذ طبعك زيادة عن اللزوم وبلش ينكد لك على الصغيرة والكبيرة. اما العصبي نحن كثير مهم انه دائما بنشتغل على الهدوء، يعني بمعنى قالوا كمان كلمه انه بنخليه يهدى. انا كلمه اهدى بالطريقه المباشره له الاهدى، فمعناته انا اعطيته الزياده ليزيد انفعاله واحقيه، فهو بده يزيد بالعكس غضبه بالزياده. لا نحن كلمه اهدى ما باخذها بهي الطريقه، انا بسمع له بعمل جو هدوء ولكن ما بقول هي الكلمه ككلمه اهدى، او في مثلا في كلمه انه انا بفهم عليه انا فاهم عليه. هي الفكره ان احنا بس نعطي شيء ايجابي بالكلمه الغلط، فانت اعطيتيه حقيقه باستمراره بهذا الطبع وبالشخصيه والتمرد، وهي بتصير لا اراديا. يعني يمكن يعني انا كثير بحس بهي الشغله وقت حدا بيقول لك لا تعصب، لا تعصب او ليش معصب، انت شو بتصير عندك زياده تعصبيه او ما رح كمل حديثي لحتى تبطل تعصيب حتى لو انت ما كنت طيب شو بتصير عندك زياده انفعال، معناها انه شايفني معصبه بتبلش الواحد يحكي بتصرف. هي الفكره لا هي لا بدك انت تستوعب القصة، نوع من الاستماع اللي هو نحن ناقصنا كثير فن الانصات اللي صفية اللي قالت انه بده يسايروها ويجيبوا له اكلات طيبة بدون ما تحكي. هي فكرة انه انا بس حدا يعمل لي فن انصات انبلش اهدى تلقائيا، بالاضافة على اسلوب التعاطي بالقصة، يعني نحن بدنا نشوف شو الموضوع، فانت دائما لي اشرح لي اكثر لافهم عليك، شو بدك اكثر؟ شو اللي حابب انت تفهمني اياه؟ فوقت انت ترمي مثل ما بنقول نحن طابة لملعبه فهو ببلش ياخذ التنفس، فهو غصب عنه حيهدى وحيزيل عنده هذا الغضب يلي هو زايد العصبيه. نحن فكره العصبي دائما نحن حتى للاطفال الصغيره بنقول لهم انه هذا لا اتركيه بيعصب بسرعه، ما نحن اطلقي عليه انه هو عصبي وهو بيستفز بسرعه، فانت شو عملتي له؟ عملتي له طبع، عملتي له طبع، فهو اي قصه بيستفز بيبكي بيعيط فهو بينشغل على هذا الموضوع. بالتلقائيه وقت انت تحكي مع اي شخص دائما في نحن المشكله بس يكون في حدا معصب شو بصير؟ نتبسم له، فانت بمجرد ما ابتسمتي له هو زاد كمان عصبيته عشان تضحك عم يتفلسف بس يتبكي انه شو شايفتيني مثلا، فورا نحن بنحط كلمتين شوف شو بضحك شو مجنون انا شايفتيني عم تضحك علي. فنحن كثير بدنا ننتبه لاسلوب التعامل مع هدول الشخصيات، لانك انت في سويه في نقطه بيكون نحن عندنا اياها ذروه، يعني نحن مثلا انا حابه احكي عن الحساس اللي هن ما ذكروه، يعني نحن هذا الشخص اللي طول الوقت بتحسس من اي كلمه ومن اي تصرف، هذا كمان هو بحاجه لانت تحاكيه بطريقه كثير لطيفه تستوعبيه وتعطيه شوي من المكانه. فعلا الشخصيه اللي هلا دارجه كثير هي الشخصيه المتشائمه اللي هي طول الوقت طريقكم مسدود ومسدود، فهي الفكره كمان هون حاولي قدر الامكان تعطيه مو انه بكره احلى مشان انه هي الكلمه انه شو عم تضحك علي، لا الفكره انه انت اعطيه الحل عساعديه بالحلول، لان احنا دائما بس يقول شخص متشائم فبقول لك ليك قد ايه عندي عقبات ليك قد ايه، فانت بس مرقي له الحل بحديثه مو بشكل مباشر، فانت بتقدري تستوعبيه وبتقدري تتعاملي مع اي شخصيه. هي فكره الشخصيات الصعبه ما في شخصية إلا إلها مفتاحة، فأنت كل ما كان عندك مفاتيح ومهارات بكيفية التعامل مع الآخرين أنت قادرة على الاستيعاب، قادرة على التعامل من رفع حتى سوية الحوار، لأنه نحن الشخصيات كلياتها تستفز، فبصير عندها رفع الصوت بزيد عنا البادي لانجوج تبعها بصير مستفزة وبنفس الوقت بصير النفور بالعلاقات. تمام. يعني كمان حكينا يمكن عن الشخصيه المتشائمه والنكديه، بيفرقوا عن بعضهم ولا لا؟ كل وحده الى حاله شعوريه بتكون مختلفه. طبعا هلا المتشائمه هي اللي دائما في عندها سواد، يعني هو ما بيشوف بالحياه غير السواد اكثر من البياض، يعني بمعنى باي موضوع بتحكي له اياه فورا بحط لك انه لا يعني اكيد حتخسري اكيد حتعملي هيك. النكدي لا، هو النكدي اللي هو عباره انه ما بخليك مبسوطه للاخير، يعني يمكن يزعجك بكلمه معينه، وهذا حقيقه النكدي
هي الشخصية هي حقيقة عندها نقص بشخصيتها، عندها في شيء، تمام؟ فهي ما بتخلي الشخص للآخر يصير منه يشعر بالسعادة، فبتلاقي ليش إنه فلانة تنبسك هالقد، دور على النواقص وحكى فيها، على العيوب، على العيوب، رغم انه بيكون المزايا كتير واضحة وكتير مهمة، فهو بيقول لك لا في عنا نقطة اثنين ثلاثة أنت مالك شايفتيها، فهو بحب ينكد على الشيء السوداوي، أما المتشائم فهو شايف السواد فقط، وكتير صعب لتأرجيه البياض لأنه يعني هو نتيجة كمان يمكن هو مثلاً خيبات عايش فيها مثلاً، نحن ما بنقدر نقول هلا كل هذه الشخصيات في إلها أسبابها، يعني طبعاً. مثلا ما بقول انا مثلا هذا الشخص متشائم وهو هيك الله خلقه، لا ما في شيء انه هيك الله خلقه، هي الفكره انه بيكون يمكن خيبات بحياته، يمكن ضربات بحياته خلته انه هو ما يتوقع انه يطلع فيه خير، تمام؟ فهي الفكره، يعني مثل ما قلتي في اسباب، ممكن اوقات من الظروف المحيطه، واوقات من العادات اللي خلينا نقول اثناء التربيه، يعني الاهل بيغذوا جانب معين بشخصيه ابنهم، وهذا الشيء بعدين بنشوفه يعني سلوكيا، يعني هلا نحن مثلا بنشوف مثلا الشخص الحساس، هو شو الاساس؟ هو تربيته بالصغر، قله الثقه أدت له أنه هو يكون حساس بهالطريقة. الشخصية مثلاً خلينا نقول العصبية هي عبارة عن تعزيز سلوك، يعني تعزيز أنه هذا الولد عصبي خلاص، معناته بأي غرض بعطيه خلاص بوقف عصبية، فأنت شو من بيشوف أهله أحياناً كيف عم يتصرفوا، أنت عززتي له سلوك، يعني مثلاً بيجي عندي مثلاً أمهات ابني كتير عصبي، أنت كيف بتكوني؟ وأنا عصبي، أنا بكسر، طب إذا أنت بتكسري هو شو بده يعمل؟ هلا لساته هو عم بيعصب، معناته بعد فترة بصير بكثر العصبية بصير بيكسر الأغراض، بصير يمكن يضرب، تمام؟ فأنت شو عم تعملي؟ عم تطوري له سلوك خاطئ. فهي الفكرة كلمة عصبي، لا أنت استوعبيه، أنا بقول لهم دائما في شيء اسمه عندي الاحتواء، يعني أنت مثلا عصب هو زيادة، أنت عملي احتواء، فأنت بتعملي بس بيهدى، بس مجرد ما يرجع التنفس على طبيعته فأنت ثقة تماما بيرجع الشخص على طبيعته، ولكن أنت طول ما هو التنفس سريع، صوته عالي، ارتفع صوته، وانت عم ترتفع صوتك معهم، يعني مثلا اثنين عم بعيطوا اثنين مع بعض، فانت طول الوقت ارتفاع، فما تسمعوا بعض، ما عاد في هذا الانصات نهائيا، فبتبلش الخناق. هي الحاله اللي كان بدي احكي فيها اكثر، يمكن التعامل مع الشخص اثناء يعني فتره طويله، ممكن الواحد يدخل هي التقنيات اللي عم تحكي عليها، تمام. ولكن اذا حكينا على مشكله، يعني نحن أمام شخصين بغض النظر إن كانوا أم وابنة أو مدير وموظف أو أشخاص مثلاً زوجين أو أي نوع من أنواع العلاقات بنفس حالة التعصيب، كيف أنا بقدر أخذ المبادرة وهدي الشخص اللي مقابلي أو هدي نفسي إذا أنا كنت عصبية، وهي الأصعب يمكن. نحن المهارة هي عبارة أنه أنت دائماً، نحن منقول بعد أنا أكون عم بتخانق، هلأ أنا وياكي معصبين دائما، نحن في عنا ما انت تسمع الكلمه بهي الجلسه، تمام؟ انت بس رجع شوي جسدك على غير سويه، وبس لياخذ يمشي الدم مزبوط وبلش تهدى التنفس عندك، فانت بتبلشي تهدي. هي واحد. اثنين، في عندي شيء اسمه انه اسمعي، يعني احنا انت مثلا مديرك ابنك كذا، فانت مو لازم يكون عندك هذا السمع، هي المهاره انت بدك تكسبيه، انت بدك تتعاملي معه، مو هو دقيقتين يروح، بتسمعي له بنفس الوقت بتشوفيه شو بده، يعني احنا دائما في عنا مشكله، ليش احيانا بصير في العصب بيزيد عصبيته؟ بحس الشخص المواجه انه ما عم يفهم عليه، يعني انت عم تحكي بطريقه هو عم يحكي بطريقه، فانت صار في عنا فصل، ما عاد في تواصل نهائيا، فانت بس اسمعي شو بده. دائما نحن ما تنقول انه دائما خلي الشخص يحكي الجمله للاخير، نحن بيحكي كلمتين خلص فهمان عليك، طب خليني كمل، تمام؟ فهو احيانا قلت مثلا ما عنده اثباتات او براهين لحديثه، فهو شو بيصير؟ بزيد عصبيته، فانت خليه يستمر بالحديث للاخير، ودائما احنا في عنا كلمه خلصت هلا، ارتحت، قلت لي شو بدك، ساعتها اعطي انت النصيحه وتعامل معه، خلص هو فرغ كل شيء يلي متضايق منه وبلش يحكي. نعم. طيب بدنا نحكي يمكن بعلم الاجتماع او علم النفس، دائما بيقولوا الطبع يغلب التطبع، او يمكن ما فينا نغير هي السلوكيات، يعني ببدايه الفقره كنا عم نحكي كيف نحن ننمي مهاراتنا لنتقبل هدول الاشخاص، قادرين نغير فيهم شيء لو هيك سريعا بالوقت المتبقي؟ لا اكيد بتقدري تغيري فيهم، ما انت تكوني يعني مثل ما بنقول انت عم تستوعب الامور، انت فهمان الشخصيات، عندك قراءه للشخصيات، بتعرفي كل واحد شو هو شخصيته، فانت كثير مهم انه انت تعطي اللي بدك اياه، تمام؟ بمعنى
الشخص اللي هو متأثر مثلاً، أنت عارفان أنت مثلاً هو شخص متشائم، هو شخص عصبي، هو أي نوعية، في عنده خيبات، في عنده قصص، فنحن بدنا في شيء اسمه مراعاة. يعني إحنا كتير حلو بالتعامل، ما نقول نحن اتيكيت التعامل، اتيكيت العلاقات العامة، كتير هو مراعاة ظروف الآخرين. ما دائماً نحكم، دائماً نحن المشكلة دائماً نحكم على أي تصرف أو أي أسلوب. فنحن بعلم النفس إذا أنت عندك قراءة وعندك منقول نحن هي سرعة البديهة اللي دائماً في عندي أسلوب الهروب والمواجهة، كان عندك سرعة البديهة فأنت قادرة على التعامل مع أي شخصية وبأي أسلوب. نعم. تمام؟ يعني يمكن اليوم حكينا هيك مقتطفات سريعة عن الشخصيات الصعبة وكيف التعامل معها. بدنا نشكر وجودك معنا، شكراً كثير لك. تحياتي لكم، يسعد صباحكم. شكراً كثير لك.